فراس عراف مدير قسم المعارف في مجلس المعلي المحلي. اليوم في فعاليه حلوه عن البيئه في مدرسه الابتدائيه، ممكن تعطينا لمحه صغيره عن هاي الفعاليه؟ اللي عم نشوف اليوم هو تتمه لمشروع ابتدانا فيه بنهايه السنه الماضيه، وهو توعيه بيئيه، موضوع كثير مهم، ومهم تذويت القيم البيئيه للاولاد من جيل صغير، وطبعا بالتنسيق مع إدارة المدرسة أبونا الياس ومركزين المواضيع العلمية والبيئية في المدرسة، قمنا بتزويد المدرسة بفعاليات مهمة اللي بتبلش من صفوف الأول حتى صف الثامن. طبعا موضوع البيئة هو موضوع عالمي اليوم، وكثير عم بطلبوا مننا ندخله في المدارس. شو الهدف منا؟ الهدف منا تزويد القيم البيئية للأطفال. يعني عم يشوف هون بالفعاليات نفسها في موضوع التدوير، مثلا تدوير قديش مهم، الفصل المواد العضوية عن المواد البلاستيكية عن الزجاج، لأنه اليوم نعرف مضرة المواد هاي للبيئة. مثلا اليوم زجاج أو بلاستيك اللي بيزت في الأرض أو بيبقى أو ولد بيزت كيس نايلون، أي مضرة للمدى البعيد بتكون. فالهدف الأساسي هو تزويد القيم. والسنة هاي احنا شغالين على موضوع الكومبوستاتيا، والسنة الماضية رايحين نشتغل على موضوع المياه أكثر. بالنجاح. نفايات شارقة. אז יש לנו שלושה פחים. שלוש. واحد بلاستيك، افهموا شو افهموا عليه شو بيحكوا. اثنين ورق. ورق. ثلاثة أوخر. بديوك. لو راك أوخر أبل. ما كتوب على الباخ؟ سولت رتوبة. سولت رتوبة. لما زي لو راك أوخر؟ ما عود يقول ليوت شام؟ ثوم. شيريوت. שאריות של אוכל, אבל גם כל מה שבא מהטבע, בסדר? גם צמחים אפשר לשים שם, אם רוצים לזרוק. בסדר? עכשיו, واحد.